بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم بالخير دائما وأبدا. أهلا وسهلا بكم عبر قناة عمان الرياضية وعبر برنامجكم الأسبوعي صدى الجماهير، كل ثلاثاء من التاسعة وحتى العاشرة والنصف مساء لمدة ساعة ونصف الساعة. نبارك أكيد لنادي أهل إزداد بفوز بطولة دوري عام كرة اليد على نادي مسقط. كل أكيد التحية لأهلي إسداب ومشجعين هذا النادي أكيد العريق والجماهير الكبيرة التي آزرت الفريق. صدى الجماهير مساحة مفتوحة ومحطة مفتوحة لكل الجماهير التعبير عن آرائها. انتهى الموسم الكروي، انتهى الدوري فقط، دوري عمانة المحترفين، وتبقت بطولة أخرى وهي البطولة الغالية وبطولة نغلق بها الموسم أكيد لهذا الموسم الكروي 2015-2016. أرقام الهواتف أكيد للتواصل عليها 2460-1538 2495-4631. حساب البرنامج على تويتر @صدى_الجماهير. مسابقة صدى الجماهير، أرسل رسائل نصية، أرسل كلمة صدى على الأرقام التالية: مشتركي خدمة عمانتل وأريدو، عمانتل على 91214، أريدو على 91817. والمحطات الأبرز: فنجة يحظى بالتاسعة بطولة الدوري دوري عمانة المحترفين، سنشاهد أفراح نادي الرساق بتتويج بطل دوري الدرجة الأولى وصعود لدوري المحترفين رسميا. فنجة يتوج على الجانب الآخر، هي أفراح حلقة نجعلها أكيد لمجموعة من الأفراح ومجموعة من الأحزان التي سوف نشاهدها في المدرج خلال الحلقة. بعد الفاصل لنا عودة والانطلاقة في صدى الجماهير، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. طمن، ما عليك منه، أنا أشجع برشلونة، لعب نفس اللعب. الفريق قاسي يدي صراحة، يعني فريق سقال بين فريقين، يعني صور نفس الشيء يهم النتيجة وفريقنا نفس الشيء يهم النتيجة. باي واسوي واسوي ماشي كرة قدمي، ما في صعبة، فريق مارد، فريق هندسة، فريق أكاديمي يغذي المنتخب، إذا ما هدف تكفينا نقطة. إن شاء الله بيرجع. طب يرجع، شوفك زعلان كذا، متضايق ولا شيء؟ شيء ضايقك ولا شيء؟ والله الهدف اللي دخل فيني ضايقني والله، ولكن بيرجع إن شاء الله المرت قادر. فاشل مدرب، فاشل مدرب، فاشل مدرب، فاشل، ولا ما يطلع عبد الله أجانب، يطلع على عبد الله، يخلي عبد الله الساحر، الاحترام عبد الله الساحر، ما بلعب لو لعب ما يرد الكرة عليه ورا. مفعم بالقوة،
قلبه ينبض بالطموح ومسيرته لا تعرف الحدود. يحيطك بالفخامة والأمان، هو رمز الإبداع وسر التميز. إنه بطل دروب الحياة. إليك نيسان باترول الجديد. بكم جديد متابعينا الكرام، بالتذكير من جديد بمسابقة صدى الجماهير اللي تابعنا قبل شوي أرقام المشاركة. إرسال كلمة صدى لمشتركي عمان تل على 91214 ومشتركي أريدو على 91817، وأكيد إرسال كلمة صدى الإجابة على سؤال واحد بشكل صحيح الدخول في المسابقة. كل ما جاوبت أكثر كل ما كان فرص الفوز أكثر في المسابقة، برعاية سهيل بهوان للسيارات نيسان بترول. أكيد تنافس على فوز بسيارتين نيسان بترول الجديدة 2016، 10,000 ريال عماني ذهب ومجموعة من الهواتف الذكية. نسأل وش اللي موجود معنا هنا بعدين بنخبركم ايش اللي معنا. حركة جميلة ورائعة، وشكرا لجمعية الجماهير اللي اهدتنا هذه الهدية الجميلة والبسيطة اللي راح نشاهدها بعد ما نشوف تقريرهم وفوزهم وفرحتهم خلال وقت البرنامج. راح نبدأ البرنامج بمجموعة من الاتصالات اللي راح نحيي فيها فنجة الرستاق، وراح تكون في مساحة خاصة لنهائي الكاس في حلقة خاصة يوم الجمعة إن شاء الله، وراح أذكركم بموعدها إن شاء الله. نروح أول اتصالات ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. نذكر بأرقام الهواتف 24601538 24954631. السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور العصمي. أصحاب التاسعة. قلت لك أنا أصحاب التاسعة. محمد الهدابي مساء الخير. مساء النور عمي، كيف صحتكم بخير؟ نورتنا إن شاء الله. الحمد لله. بداية جميلة في حلقة اليوم أبو ماجد. بارك الله فيك. خلصتوا الاحتفال خلاص؟ العشاء خلاص ضربتوا؟ تو بعدنا في الملعب، تو إن شاء الله مخلصين بالاحتفال الحين. كيف العشاء؟ والعشاء فرحة ما توصف. مبارك عليكم الكاس أو درع دوري عمان تل المحترفين، البطولة التاسعة في الدوري. الله يبارك فيك يا عم، الله يبارك فيك. شعورك؟ أقول لك. قول لي. الحين عاد مو تبغى تسميوه. هل الزعيم الكرة العمانية أم ملك الملوك؟ عاد عندكم التسمية مرة، عند الجمهور. التسمية عندي، لكن أنا اسمعني. أنا أوجه سؤالي واحترامي وتقديري لنادي العريق النصر. اعترافي نادي النصر واحترامي وتقديري لهم. بس تحت لي المجال أنا أساني. يشرفني بكاس صاحب القلالة. قلنا له هذا كاس صاحب القلالة، حالك عند النصر. زين. ولكن للأسف بس الملك. يظل الملك ويظل زعيم الكرة العمانية. عندنا هذا عاد الألقاب، عاد مشكلة الجمهور، عاد تصرف فيها الألقاب. تصرف فيها. يعطيك العافية. كنت أتمنى من أندية الجنوبية خاصة للزعيم نادي الظفار. ونادي النصر كان يشاركونا بالمنافسة. جاي الموسم القادم، الظفار جاي الموسم القادم، أتوقع بأسماء جديدة وفي منافسة شرسة بتكون إن شاء الله. إن شاء الله احنا قدام، ما عندي مشكلة. يلا خلكم في المسيرات. خلكم في المسيرات والأفراح، وأكيد مبارك لكم. قمت تكريم اللاعبين، كرمناهم. متى الحفل؟ متى عندكم تكريم؟ تكريم إن شاء الله بعد مباراة، بكرة مباراة معنا مع آسيا. أيوه، بطولة الاتحاد الآسيوي. وإن شاء الله يوم الخميس. موفقين إن شاء الله. الله يوفقك، بس سلم لي على السعدي وقل لي سلم عليك الهدابي.
واصل واصل السلام على الهواء. واصل السلام. يعطيك العافية أبو ماجد. أحترم نادي النصر، أحترم قطارة نادي النصر، لأن نادي النصر نادي عريق وأحترم على عيني وراسي. جميل، شكرا. روح رياضية جميلة ورائعة. أحسنت أبو ماجد، شكرا لك. محمد الهدابي أحد مشجعين نادي فنجة وكان متواجد في المدرجات وأخذنا لقاءات كثيرة للمدرجات والجمهور، راح نشاهدها ونخليها في فقرة خاصة يعني على منتصف البرنامج، تكون كذا في متعة جميلة ورائعة. روح اتصل ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور موسى. كيف الأحوال؟ طيبين. كيفك؟ إيش أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. موسى في قطر ولا في عمان؟ تشتغل علينا. وحدك حاط انت. كيف وضعك موسى؟ تفضل. الحمد لله تمام، يزيد فضلك. في البدايه نبارك لنادي فنجه وحظ اوفر للانديه الثانيه، ونبارك للفرق الصاعده، نبارك للفرق الصاعده، وشد خيلكم لاصحاب الدور الثاني. وعندي مداخله احمد بسيطه. تفضل. يزيد فضلك. احمد تعرف انت الحين الدوري انتهى. وانتهى الدوري احمد، يعني في لاعبين من سنه ومن سنتين ما استلموا استحقاتهم. سنه وسنتين معقوله؟ نعم سنه وسنتين. يعني اتمنى انكم تكونوا مداخله مع الشيخ شبيب او واحد يزور مكتب الشيخ شبيب يشوف الشكاوى، ما يحتاج. يعني احمد احنا نستغرب، يعني الانديه صراحه احنا نعرف احوال الانديه. صار الحين الموسم تقريبا 20 مدرب غيروا. طيب المدرب لما جاي عندك انت مسوي عقد معك وفي شرط جزائي، لما انا معظم الانديه استغنت عن المدربين، وين جاي فلوسه؟ يعني المدرب ما فيه بينه وبين النادي شرط جزائي. كذلك في لاعبين احمد، في لاعبين انا اعرف احمد من سنه سنتين ما استلموا مستحقاته، ومش منهم اعتزلوا. هذا اتوقع تغير مشاكل موجوده، تغير احمد. احمد تتغير ادارات من اداره لاداره، تتغير، يبقى اللاعب معلق من سنه من سنتين، ينتقل لنادي لنادي ثاني، يقول لك يا اخي هذاك لاحد الاداره السابقه. يعني احمد تبقى حقوق. جميل. تبقى حقوق يعني. واصل. والشكاوى هذه موجوده في مكتب الشيخ شبيب. يعني احمد مش موسم او موسمين، اللاعب شيء، اللاعبين والله بحسابهم يتعالجوا. وفي النهايه موسى يقول لك تعال اعمل تسويه في النهايه، معروفه السالفه هي كذا بهالطريقه. يعني حرام، يعني ممكن يا اخي هذه مراعاه احمد، اللاعب اول شيء اللاعب ممكن يشتغل لك في شركه او متسلف او متدين، انزين، ومن غير الجمعيات اللي عليه، يصير لك يسوي لك جمعيه، يسوي لك عمليه بحسابه الخاص حتى ما يحصل مساعدات من الانديه او من النادي اللي يلعب فيه اللي ضحى فيه. يبقى معلق مسكين يعني من سنه سنتين. انا ما اريد اذكر لك اسماء اشخاص. واصل النقطه. ولكن يا اخي احمد هذه تبقى حقوق ناس، تتغير اداره من اداره، يجلس اللاعب يطالب لك في مستحقاته، يقول لك يا اخي في عهد الرئيس الفلاني يصير ركب انت ورا الرئيس الفلاني، ويقول لك احيانا الرئيس الفلاني لما تكلمه يقول لك اللاعب ما طالب بحقك. انزين يا اخي قال لك سنه يركب وراك، عجب انت قلت مدرب من وين جبت له فلوسه؟ جميل، شكرا يعني لك. يعني حقوق تبقى في النهايه احمد، حقوق وسموحه منك، وراح نفتقدكم ان شاء الله، لكن نتمنى منك انت والاخ وليد ان شاء الله نشوفكم في برنامج رياضي في شهر رمضان. اذا اراد الله ان شاء الله. اذا اراد الله. قول تم. اذا اراد الله، ما في شيء كلمه تم، اذا اراد الله باذن الله تعالى. مشكور نفتح المجال للناس الاخرين. شكرا لك. تحياتي. بارك الله فيك، شكرا لك. هذه مشكلة، ومشكلة عويصة بالنسبة لرواتب اللاعبين والتسويات وغيرها اللي تصير كثير من الأمور. خليها برامج ثانية يتكلموا عنها وباستفاضة أكثر. اتصال آخر. السلام عليكم. مساء الخير. ألو. أهلا وسهلا. ألو. حميد معاك، أسمعك حميد. السلام عليكم أحمد، كيف الحال؟ سلام ورحمة الله وبركاته. شو أخبارك؟ حياك الخابوري، حياك. كيف صحتك؟ شو أخبارك؟ جاهزين ولا ما جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. يوم السبت نتلاقى إن شاء الله في مجمع أسحار إن شاء الله. جميل. شو أخبارك أنت؟ كيف صحتك؟ تمام حميد، كيف وضعكم؟ شو أخبارك؟ والله وضعنا الحمد لله تمام، الأمور طيبة. عطنا كيف الاستعدادات معاكم جماهير الخابورة؟ والله مستعدين جماهير الخابورة، كلهم مستعدين ومزينين الولاية ما شاء الله جماهير الخابورة. جميل، حلو. وان شاء الله الخابوره، ان شاء الله الكاس، ان شاء الله في ولايه الخابوره. خلنا احنا يوم الجمعه. اول شيء عندي تهنئه لنادي فنجه حصول على الدرع، وحضرتك نادي السويق، وتهنئه لنادي السويق، نادي الرستاق، ونادي عمان صعودا لدور عمان المحترفين. حلو.
وان شاء الله تكون مباراه قويه بين الخابوره وصحه، وتكون الجماهير ما شاء الله ممتلئه في مجمع اسحار، واتمنى للفريقين يقدموا مباراه قويه، واتمنى نادي الخابوره يحصل اول لقب يعني في الكاس، ويكون مباراه يعني جميله ان شاء الله تشوق الجماهير ان شاء الله. حميد، يوم الجمعه ان شاء الله بتكون في عندنا حلقه استثنائيه ايضا تخص تابعتكم في تويتر الساعه 9 باذن الله تعالى ان شاء الله. شكرا لك يا حميد. شكرا يا حميد، حياك الله ان شاء الله. شكرا، حياك الله ما شاء الله. اكيد من مبارك لفنجة فوزوا بالبطوله، هارد لك نادي السويق. الشيء الجميل اللي افرحني اثناء المباراه حضور جمهور كبير، يعني رغم بعد المسافه السويق الى مسقط، مع انه فنجة اقرب لكن جمهور السويق كان عدد اكثر، كان حاضر. تبقى الظروف في النهايه اللي ما خدمت نادي السويق، في النهايه قدم مستوى او قدم موسم ممتاز للامانه. هارد لك، نبارك للرساق وعمان صعودهم لدوري المحترفين. نروح اتصال اخر. فهد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فهد مساء الخير، كيفك؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير وعافيه. تمام، يسرك الحال. كيف الامور؟ من وين فهد؟ والله من الخابوره طال عمرك، سعد هنداسه عندك. اوه الخابوره، حيك. كيف اموركم؟ عساكم بخير. انتم كيف اموركم؟ احنا بخير، انتم كيف اموركم؟ والله اول شيء نهني بفار على الدرع ان شاء الله تعالى. فنجة قصدك؟ فنجة، استغفر الله، على الدرع. ثاني شيء صراحة اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الخابورة تشد الكاس بعون الله الواحد الاحد. حلو. وهني صراحة أيضا شباب الخابورة جماعنا الحين يشتغلون عشان الزينة وهذا والأمور طيبة، وحبيتنا أهديهم على هذا، على هالجهود اللي يزينة يبدروها من صلاة العصر لحد الآن، وهم يشتغلون على الشارع والزينة. وصراحة حبيت أهديهم هذا الشيء وأشكرهم صراحة، وخاصة فريق النجوم صراحة ما مقصر في في الخابورة صراحة. وأشكر جميع الشباب صراحة. حلو حلو، في الولاية. موفقين إن شاء الله. موفقين يا فهد. الله يخليكم يا ربي. تسلم تسلم. وأتمنى أن الكاس يكون خابورة بعون الله. بس خلكم في المجمع حاضرين. ها أكيد، بس عندي نقطة أحمد. هات. يعني نطالب من الاتحاد العماني أنه يعمل المباراة يوم الجمعة، تعرف أن السبت دوامات وكذا. وأول فهد، فهد هالموضوع اتوقع انه خلاص انتهى، ما اتوقع انه راح يتغير موعد المباراه، ارتباطها باكثر من جهه معينه في الدوله. خلنا على السبت، كنا نتوقع يعني نخليه الجمعه، لكن يرى الحمد لله ما عليه، ما عليه يوم اجازه السبت، بنكون الجمعه السبت لحد الاثنين حن ورا وتكون صباحي، وتكون صباحي ان شاء الله، حن ورا الاصفر ان شاء الله، ورا الفهود من هنا كونوا. تسلم تسلم، يعطيك العافيه ان شاء الله. تسلم وحياكم الله. نروح اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير شيخ احمد، كيف حالك؟ هلا وسهلا. غريب معك، نبيل الحسني. نبيل الحسني، حياك حياك يا نبيل، كيفك؟ الحمد لله، كيف حالك انت؟ تمام. من وين نبيل؟ من دار صيد الساحل. حياك هلا دار صيد. من عينت ولا هين؟ عينت ولا؟ نعم عينت. عينت ولا عين؟ ما سمعت نبيل. ايوه حياك، تفضل نبيل تفضل. اريد ابارك لنادي فنجة، يستاهل. واريد اغير شو الموضوع، اريد ابارك لاهل الزداب، يستاهل، واحنا باركنا له في اول البرنامج. اول ما اليوم اريد اقول لمسقط ارد لك. طبعا هذه كره لنادي مسقط، واقول لهم اللي يلعب صح هو اللي ياخذ الدرع. هلا، يستاهلوا يستاهلوا اهل الزداب. طبعا انا لاعب كره يد، بس كذا غيرت شو الموضوع. لا ما عليه، بالعكس هيك هي بطوله، واحنا باركنا لهم ويستاهل الامانه نادي اهل الزداب، يستاهلوا يستاهلوا يستاهلوا. وسلم لي على حسين ابو علي. حسين ابو علي، اه ان شاء الله ما مشكله. تسلم نبيل. انا كنت لاعب في نادي البستان لكن خلاص طلعت. يعطيك العافيه ان شاء الله نبيل. شكرا 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 نبيل. باركنا اكيد لنبيل لاهل الزداب فوزوا بالدرع. نسينا مسقط، بعد مسقط قدم ايضا مباراه جميله في 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 بطوله الدوري. خلينا نرجع للدوري، مسقط العروبه باجتهاده فاز 1-0 على العروبه، استطاع ان يتفوق ويحسم امر بقائه في الدوري ضمن الكبار بنفسه. نروح اتصال اخير قبل نروح اول تقرير معنا. محمد سعدي، محمد مساء الخير. كيف الحال؟ هلا وسهلا.
كيف الحال؟ تمام محمد، يسرك الحال. كيف حالكم طيبين؟ بخير، من وين محمد؟ من السويق. من السويق، هارد لك يا محمد. من السويق. تفضل محمد تفضل. يعني الخسارة كانت بسبب يعني الإصابات، كان بسبب ايش؟ الإصابة. يتقطع الصوت محمد، ما قادر اسمع شيء. سبب الإصابات؟ الإصابات كان يعني النوف اللي يحارب السعدي. الإيقافات والإصابات بالنسبة لنادي السويق. ما قادر اسمع شباب. شكرا محمد سعدي، صوتي تقطع. زين نروح نشوف اول تقرير معانا، وفي اهداء من ضمن التقرير راح نتابعه، اهداء لنادي الرساق، لعب ضد قعلان في اخر مباراه في ارض نادي قعلان. ايضا نبارك لقعلان فوزه في المباراه وصعوده لمباراه الملحق اللي راح يلعبها يوم الخميس امام المصنعه في مجمع سلطان قابوس الرياضي ببوشهر. دعونا نتابع افراح نادي الرساق وتتويج نادي الرساق، وكذا اغنيه بسيطه اهداء لمحبي ومشجعي نادي الرساق الذي تأهل لدوري المحترفين للمره الاولى. نتابع. جينا من ولاية الرساق إلى قعلان وجزاهم الله خير، وإن شاء الله يكونوا فايزين. طبعاً أنتم متوجين أبطال الدوري إن شاء الله. هل أنتم مع التتويج والصعود إلى دوري؟ إن شاء الله مع التتويج. أن يكون الرساق في موسم ويهبط أم يكون لا هناك؟ إن شاء الله يكون يفوز على المنافس قوي، يمكن في دوري الدرجة الأولى في دوري المحترفين. إن شاء الله يكون يقدم مستويات أكثر، ونتمنى لهم الفوز ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله سبحانه وتعالى والاداره النادي الواعيه، وكذلك اصطفاف الجماهير مع النادي، استطعنا الحمد لله رب العالمين ان نصل الى دور المحترفين ونقارع الانديه الكبيره باذن الله تعالى. وباذن الله تعالى اتمنى وانا واثق انه ان شاء الله تعالى نادي الرساق راح يقدم الشيء الكثير في دور المحترفين، وان شاء الله راح يحافظ، وان شاء الله تعالى بيكون في المقدمه وليس كضيف شرف ان شاء الله. والله يبارك، الله يبارك فيك، ان شاء الله تواجد في درجه المحترفين حاجه طيبه، لاول مره نادي الرساق تواجد في دور المحترفين، وان شاء الله استمرار العطاء بيكون متواصل. ان شاء الله ما في صعوبه ابدا، ويكون ان شاء الله منافسين في دور المحترفين. نتمنى من مجلس الاداره دعم صفوف النادي بلاعبين ذو كفاءة عالية حتى يواكبوا قوة دور المحترفين، لأن دور المحترفين يبغى له جهد أكبر مضاعف، نفس قوي مضاعف، لأن تواجده لعيبة على مستوى عالي ذو كفاءة عالية. ألف مبروك الصعود. ألف بركيك، الله يبارك فيك. الله عافية. دوري يعني دوري المحترفين يختلف عن دوري الدرجة الأولى. ماذا تقول لنادي الرستاق ولجماهيره وللاعبينه ولمجلس إدارته في قادم الوقت، أي بمعنى بداية الدوري؟ والله أشكر جميع اللاعبين وإداريين وإدارة النادي كامل، يعني مجهود كبير كبير جدا، وأشكرهم لوصولهم هنا، شرفوا جعلان، وفي الحالتين يعني احنا فايزين سواء دور المحترفين. نبارك لهم، نبارك على الإدارة كامل، وفي نفس الوقت نبارك على جميع الجماهير الوفية إن شاء الله. أول شيء نزف البشرة لأهالي الرستاق كافة بالصعود إلى دور المحترفين، وإنجاز من تأسيس النادي من 86 بعد 30 سنة. النادي الحمد لله رب العالمين يسعد إلى صفاف أندية النخبة في السلطنة، هذا أول شيء تشريف للولاية. نبارك لمجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية وجميع من ساهم في إنجاز هذا الإنجاز الكبير. أقول لهم شكرا لصدى الجماهير حضورهم معنا ومواجهتنا في تواجدهم معنا في المدرجات جعلان. العنابي إن شاء الله برادين في هذه المباراة، والجمهور هذا سابقا وعدت صدى الجماهير ان بيروح بيكون في المنصات التتويج ان شاء الله مجلس جماهير الرساق،
المجلس تكون من 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 شفنا النادي الرستاق وهو في نشوة وحب الصعود إلى 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 منصات التتويج والصعود إلى دور المحترفين. الفريق فاز أو خسر أو تعادل، إحنا جايين نحتفل نشيل درع الرستاق إن شاء الله نزفه، وإن شاء الله وإن شاء الله في دور المحترفين إحنا مواصلين، إحنا مواصلين، إحنا مواصلين، إحنا مواصلين بكل قوتنا إن شاء الله، ونوعد ونوعد جميع الرياضيين واللي اسمها متابعين الرياضة العمانية بأن جمهور الرستاق قادم بقوة ومنافس بقوة بإذن الله في محافل العمانية بإذن الله، وإن شاء الله المدرجات ستمتلي بكامل هذا الجمهور. هو أساس الفوز، هو أساس الفوز. لما العام الماضي لعبنا الملحق ما كان هذا الجمهور، فالمجلس كان له دور في إبراز دور لاعبية في الملعب، في تحميسهم قبل المباراة بأيام، تكون متواجدين داخل أرضية الملعب في التمرينات، كل شيء متابعين الوضع، والحمد لله هذا فضل الجمهور، هذا جزاهم الله خير، وأشكرهم واحد واحد اللي جاء واللي ما جاء، جزاهم الله خير. ما شاء الله صراحة بأمانة، يعني جماهير الرستاق قدموا خدمة قوية للعبة فريق الرستاق بأمانة بأمانة، يعني على مجريات المباراة اليوم بأمانة فريق جعلان قدم كورة حلوة، كورة جميلة، كورة يشكر عليها، ما شاء الله عليهم، يعني قدموا بصراحة فن نادر يمكن نشوف في الملاعب العمانية. بأمانة فريق رستاق لعب اليوم لكن كان طاغي فن نادي جعلان، بأمانة كان وجوده في الملعب كان أكثر من مجرد ممتاز، جزاهم الله خير. بالنسبة للجماهير بصراحة بأمانة جماهير وعامل أساسي للفريق. انتوا الامل، انتوا والنصر واحد فينا وشجعنا لعبك نراقب، انتوا الامل، انتوا والنصر واحد فينا وشجعنا لعبك نراقب، عالية عنا بي فوق السحايب وقلوبنا تهتف ما نبغي غير غير، فوق السحايب اهلا بكم من جديد. اذا كان هذه مقطوعه او كذا اهداء جميل وبسيط لنادي الرساق، هم ايضا بعد نفس الشيء ما قصروا، كانوا جايبين كذا اهداء بسيط يمكن ما راح يبين. كان في شكر من مجلس جماهير الرساق نيابه عن جميع الجماهير باهداء برنامج صل الجماهير تغطيتهم الاعلاميه خلال دوري الدرجه الاولى وصعود فنجة لدوري المحترفين للموسم القادم. راح يكون كذا بهالطريقة في شعار البرنامج وشعار المجلس. يعطيهم ألف عافية، ما قصروا، شكرا لهم. ياسر المزروع اللي كان متواصل معاي من مجلس جماهير الرستاق، نتمنى أن نرى العمل خلال الموسم القادم يكون أفضل وأفضل وأفضل، الجمهور يكون أعلى وأعلى، يكون حاضر، مش فقط جمهور نتائج، يكون جمهور انتماء، يكون حاضر مع الفريق وين ما راح وين ما جاء وفي كل المباريات إن شاء الله. راح نرجع لاتصالاتنا من جديد. اليوم إهداء لنادي فنجة الرساق، هارد لك نادي السويق، حظ أوفر إن شاء الله في الموسم القادم، قدمت أيضا موسم رائع وجميل. نرجع لاتصالاتنا من جديد. السلام عليكم. السلام، كيف حالك؟ نذكر خلنا أخذ اتصال ونذكر بعدها بالمسابقة. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله، كيف حالك أبو طيب؟ تمام الحمد لله، مساء الخير. الله يسلمك، الله بالخير والنور، أخباركم طيبين؟ الحمد لله. من معي؟ معك ناصر الإسماعيلي من ولاية جزور. حياك يا الإسماعيلي. يا أهلا وسهلا ويا مرحبا. تفضل ناصر، تفضل. حبيت أنا أهني نادي فنجة ونادي الرستاق بالصعود يستاهلوا إلى الدوري. نعم دوري المحترفين ونادي فنجة على بطولة الدرع. بالدرع على بطولة الدرع. نعم جميل، ونتمنى نشوف نادي النزوة يكون حاضر ان شاء الله بقوه في الموسم القادم ان شاء الله. عمي ان شاء الله ان شاء الله، جزاك الله خير، موفقين ان شاء الله. الله يخليك. نرجع نذكر بمسابقه شكرا لك ناصر. نرجع نذكر من جديد بمسابقه صدى الجماهير،
مشتركي عمان تل على 91214 وريدوا على 918817 ارسال كلمه صدى برساله نصيه الاجابه على سؤال واحد بطريقه صحيحه الدخول للمسابقه والفوز بسياره نيسان بترول، سيارتين مقدمه من سهيل بهوان للسيارات نيسان، 10,000 ريال عماني ذهب وهواتف مجموعة من الهواتف الذكية لعشر فائزين. راح يكون معنا فائز بالهاتف وفائز بألف ريال عماني ذهب خلال الوقت القادم من الحلقة. السلام عليكم. الله بركاته. صلاح مساء الخير. مساء النور كابتن أحمد، كيفك؟ يا هلا وسهلا فيك. حياك شيخ حياك الله. كيف وضعك؟ الحمد لله رب العالمين. مشجع نادي مسقط ولا لا؟ ها؟ مشجع نادي مسقط ولا لا؟ أكيد أكيد، أنا خبرتك في قبل الحلقة خبرتك إني نبضي مسقطاوي. نادي مسقط الدور الثاني خدم نفسه، كان حاضر بقوة، وفي آخر مباراة أيضا خدم نفسه أمام العروبة. أولا نشكر إدارة نادي مسقط من رئيس النادي الأخ ناصر الوهيبي ومن نائب الرئيس ومن الإدارة وجميع اللاعبين والجمهور بالتكاتف في الدور الثاني. ونحط بالذكر رئيس النادي جزاه الله خير، يعني تعاقداتنا في الدور الثاني بمحترفين قدروا ان يتركوا بصمة في المباريات. ولا ننسى نبارك لاخواننا في اهل سداب، واذكر بالاخص اخونا اسحاق الوهيبي. يستاهل اسحاق، يستاهل. يستاهل يستاهل، مننا كمشجعين نحن للفاس المسقطاوي نبارك لاخواننا في اهل سداب. صلاح بطولة اليد. صلاح. اي نعم. حضرت العشاء امس ولا ما حضرت؟ والله نحن قلوبنا معاهم بس صارت معي ظروف شوي. يلا يعطيك العافيه ان شاء الله يا صلاح. الله يعافيك. شكرا لا ننسى بالذكر اخونا ايمن لوهيدي. يستاهل ايمن، يستاهل. يستاهل كل خير مننا، ومشكورين على البرنامج الطيب. تسلم صلاح، تسلم صلاح. احسنت. نادي مسقط مثل ما قلنا وذكرنا كان الأبرز، كان يستاهل الأمانة على الجهود اللي قدمها خلال الموسم الكروي خاصة في الدور الثاني، وفي النهاية خدم نفسه بنفسه، وكان في إصرار من جمهورهم أن الفريق راح يخدم نفسه بنفسه، وراح نتابع في اللقاءات اللي أجرها أكيد الزميل سليمان الرحبي في مباراة مسقط العروبة. راشد المخيني أبو فخر يعطيك ألف عافية إن شاء الله. عبيد. نعم أخي، كيف الحال؟ مساء الخير عبيد. النور والسرور اخي، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ طيب؟ تمام الحمد لله. كيف حالك انت؟ طيب. من وين عبيد؟ من وين؟ من الخابوره الحبيب. اوه الخابوره، اليوم ما شاء الله عليهم جمهور، اليوم ما حد ولا من ما في حد من صحه مكلمنا اليوم الخابوره. لا لا، لان تعرف الروح الحلوه موجوده في الخابوره. لا لا لا، خلي يعني عنك عبيد، الروح موجوده. موجوده الروح الحلوه في الخابورة، سألها كم أسبوع تتناقل من كل بيت في الخابورة. حلو حلو، في يعني أحس يعني أنه في شعور جميل أن الخابورة صعد لأول مرة ومتحفز، معنويات، يريد يفوز بالكاس. بالضبط، هذا الشيء يعني اللي يلتمسه كل شاب وشابة في ولاية الخابورة. حلو، كيف يعني الخابورة؟ هذا الشعور كيف الموجود. والله الخابورة مزينة، لكن تمنينا تزين أكثر بالكاس. أقول عبيد. نعم. لا تنقلب عليكم السالفة بعدين، ها؟ لا ما شيء ينقلب بإذن الله، مثل ما خضينا مثل ما تقول، مثل ما فزنا في المباراة الأولى إن شاء الله الكاس خابوري بإذن الله سبحانه وتعالى. بتروح الملعب بتمشي؟ أنا ما بمشي، أنا الملعب بسيل قبل 20 ساعة يعني لو يستني يعني. يعني أنت متحمس أمورك طيبة. عشان عشان أحتفل، عشان أحتفل بالفوز وأحتفل بكاس الغالي. موفقين موفقين ان شاء الله يا عبيد، موفقين باذن الله تعالى. الله يوفق الجميع ان شاء الله. مشكورين مشكورين يا عبيد، ان شاء الله كاميرا صدى الجماهير راح تكون متواجده في صحن في الخابوره يوم الخميس. جزاكم الله الف خير. نعم زارتنا، زارتنا نعم بالفعل. راح اجيكم ان شاء الله بعد كاميرا صدى الجماهير، ان شاء الله راح اجيكم باذن الله تعالى. زين، نتمنى لان هذا بعد ايضا نحس انكم انتم ايضا وجودكم يعني يهمنا بمشاركتنا بالفرحه هذه. حاضرين باذن الله، حاضرين ان شاء الله، حاضرين يا عبيد، يعطيك العافيه. تكونوا معانا يعني، نتمنى لان احنا تعرف احنا الحمد لله الحين الكل يعني يخوض بالفرحه، ونتمنى نكون كنتوا معانا يعني بالفرحه باذن الله تعالى. باذن الله، حاضرين ان شاء الله. شكرا يا عبيد، شكرا لك.
عبيد كان متحمس وجالسين نشوف بالفعل يعني روح وحماس جدا كبير في جمهور الخابور كون يصل المرة الأولى ومتشوق أنا بالفعل ومتعطش يفوز بهذه البطولة. يوم الخميس راح نتواجد وكاميرا صدى الجماهير في صحم في الخابورة اللي أخذ أكيد مجموعة من اللقاءات والتوقعات لمباراة السبت. أحمد الرواحي مساء الخير. مساء النور أحمد، كيف حالك؟ تمام، كيف صحتك؟ طيب الله عزيك. يا أهلا وسهلا فيك، حياك كابتن، شو أخباركم؟ طيبين الحمد لله. من وين أحمد تكلمنا؟ أحمد من فنجة. من فنجة؟ فنجاوي. أوه التاسعة، أهل التاسعة أنتم. عليكم بارك عليكم الحمد لله. الله يبارك فيك. الزعيم الملكي طبعا. سميته الزعيم عاد خلاص لحقته؟ الزعيم الملكي. بعد. أيوه. زين شعوركم؟ كنت حاضر المباراة أحمد؟ صراحة شعور لا يوصف كابتن أحمد. فرحة كبيرة طبعا والحمد لله رب العالمين، نشكر اللاعبين مجلس الإدارة وطبعا عشاق النادي في الداخلية في كل عمان. الحمد لله رب العالمين قال طيب. جميل جميل جميل. رحت كنت موجود اليوم في العشاء؟ وإن شاء الله عزيمة كانت. القادم أحسن. أحمد كانت اليوم عزيمة في الساحل الأحمر في الملعب. أوه الحين قال قبل شوية أمور طيبة. كيف العيوب؟ ما جرتونا. ما لحقني يا رجال، احنا موجودين نجهز البرنامج بس. لا لا خلاص نخليه لك، انا موجود. موفقين ان شاء الله. موجود. موفقين ان شاء الله يا احمد. شكرا لك، شكرا لك احمد. حياك كابتن، حياك. شكرا شكرا لك. صراحه كان مجهودكم بحب، لان انا اشكركم على جهودكم، كان صراحه مجهودكم كان كثير طيب. حبينا نشوف ان شاء الله راح تشوفوا ان شاء الله حاجه تعجبكم ان شاء الله باذن الله تعالى. والله يا ريت كابتن احمد ان شاء الله. لا تستعجل، خليك متابع وامام الشاشه وان شاء الله تشوفوا حاجه تعجبكم ان شاء الله. متابع متحمس انا من المغرب قاعد انتظر. باذن الله تعالى. شكرا لك يا احمد، شكرا. جمهور فنجة أكيد راح يكون لكم محطة أيضا خاصة لحلقة اليوم، تكون احتفالية وتستاهلوا إن شاء الله. الأسبوع القادم راح يكون أيضا للمتوج بلقب بطولة الكأس الغالية بإذن الله. محمد السيابي مساء الخير. مساء النور. يا هلا وسهلا فيك. يا مرحب بك، الله يعافيك ويسلمك. من وين محمد؟ من الرستاق عزيزي. أوه هذا الرستاق. ايوه. عطنا شله يستاهلوا هالرصاق ترى بعد. فوق لدور المحترفين. يستاهل الرصاق، عمل 3 سنوات وتعب واجتهدوا الاداره اللاعبين والسنه تحقق. وصراحه جزاهم الف خير وخططوا اكثر واكثر اشتغلوا. في هذه السنه اكثر اشتغلوا وجزاهم الف خير اداره نادي الرصاق برئاسه الشيخ فلال بن طالب البوسعيدي وإدارتهم ولاعبين، نشكروا جزيل الشكر صراحة على ما بذلوا من جهد واجتهاد حتى يصلوا إلى دور المحترفين. حلو. وأتمنى لهم في دور المحترفين إن شاء الله للأمام فوق الرستاق ويبقى في دور المحترفين ما ينزل الرستاق. خليكم بس متواصلين معه، حاضرين مؤازرين، ونتمنى نشوف جمهور إن شاء الله. إحنا قلبا وقالبا أينما تروح الرستاق إحنا معهم. جميل، هذا اللي نشوفه إن شاء الله. وبارك لنادي فنجة على حصوله على دور المحترفين ايضا، والف داب ايضا للفوز اليوم درع كره اليد دوري كره اليد. جميل، تسلم محمد، تسلم. شكرا لك، شكرا لك، شكرا. اتصالات رائعه وجميله مميزه. نروح اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي مساء الخير. خالد مساء النور. سور اخوي خالد الزعابي. خالد حياك يا سيدي. من وين؟ من صحم الحبيبه. زين حد وصل من صحم. حيك علوم. ماشي مره امورنا طيبه هنا. اخبار مره على العال. اقول لك خالد، اشوف هالصحم ماشينا بيات شتوي، ما في تقهيد. لا راي اقول لك هالموج لما يجيك مره واحده ما يجيك مره مباشره يعني. يجي يغرق ولا ايش؟ يجي يغرق الموج على طول. مرة على طول مباشرة. زين عاد نشوف يا الفهود يا الموج عاد. والميدان يا حميدان. إن شاء الله. كيف تجهيز خالد؟ خالد كيف التجهيز بالصحن؟ كيف؟ إن شاء الله تكون صالحنا إن شاء الله. أول شيء طبعا نبارك لفريق فنجة حصول على بطولة الدوري. وأيضا فريق رستاق، صراحة يعني رستاق من زمان وهو يعاني صعود وبارك لهم بأمانة يعني. حلو. وان شاء الله بكون مباراه صحم والخابوره تكون مباراه
تشرف الكره العمانيه. نتمنى بالحضور الجماهير وباللعب في الملعب. والحضور الجماهيري والله الجماعه ما مقصرين، الانديه فريقين ما مقصرين ابدا، يعني دعايه وجوائز والحمد لله كل الامور يعني تبشر بالخير ان شاء الله. جميل ان شاء الله، موفقين ان شاء الله. ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله انها تكون مباراه حلوه يعني ان شاء الله. حلو جميل. يعني جميل. ما ننسى، راح نروح بعد شوي تغيير مسقط العروبه، ما ننسى دور شبكات التواصل الاجتماعي والبرامج اليوتيوبيه اللي جالسه تشتغل بطريقه ممتازه وتحفيزيه. انا اعتبرها مش يعني منافسين، انا اعتبرهم يعني يكمل العمل اللي احنا جالسين نشتغل فيه في التلفزيون، هم مكملين لهذا العمل، وراح نشوف الدليل خلال نهايه البرنامج خلال الحلقه. كل نادي الحين اصبح له يمكن تقريبا برنامج يوتيوبي، برنامج يخص الجماهير. هذا الشيء افاد البرنامج جدا بشكل رائع وكبير. المدرج يعمل مسابقات، كواليس السويق، راي الجماهير في الصحار ودواليك. نتمنى نشوف اكثر في الموسم القادم. مسقط العروبه، مسقط خدم نفسه، فاز 1-0. سليمان الرحبي زميلنا كان متواجد في السادس سي وخرج باللقاءات التاليه. خلونا نشوف ونتابع وراجعين. كيف شايف المباراة ولمن تميل اليوم الكفة؟ والله مباراة طيبة صراحة، لكن شوية من ناحية العروبة في إهدار الفرص كثيرة، وأتوقع أن المباراة تنتهي بتعادل بهدف اللحظات الأخيرة للعروبة. ما زال متحدد مصيره، يعني مسقط متقدم بس الدقائق الثانية بتخبي لنا مفاجآت أكثر يعني، بس أتمنى فوز العروبة إن شاء الله. ليش العروبة؟ أحس أنه فريق الأفضل حاليا في المباراة. عرباوي، أنا عرباوي صحيح أني لابس فنجة وكذا احترام من هذا الفريق، لكن عرباوي. طيب عرباوي، لكن اليوم أنت محتاج فوز، وإنه أيضا يساعدك السويق وفنجة أنهم يتعادلوا. إن شاء الله الفوز جاي، إن شاء الله جاي الفوز. كم تتوقع أن تنتهي المباراة؟ إن شاء الله 2-1 العروبة. إن شاء الله 2-1 بس ما بطل. ما بطل فنجة مشكلة فنجة. ليش مشكلة فنجة؟ خلاص بيحسم الأمور فنجة، يعني فنجة يعني أجهز على العروبة وعلى السويق. وراء والله متكافئ، أنا أقول لك ما بين وبين، يعني بين العروبة وبين مسقط. العروبة اليوم ملعب بر نهاية، صح أني عرباوي لكن ملعب بر نهاية، ملعب مع يبني لعب من 3 مباريات ها هو يعاني صراحة، ما هو الموسم الماضي اللي خذ الكاس والدرع صراحة. سيء جدا والله العظيم، يعني شوف كيف الفرص، فرصتين ضاعن، ما راضين نحن، قايم من بعيد نحن قاعد نتابع مباراة اخرتها كذا هي سيء، ما راضين نحن والله. يعني اليوم ضايع الدرع خلاص. ضايع ما راضين. لشان يرجع العروبة ولشان يكون في حماس وفي روح وجه. هو طالع من تو طالع. ها كيف، مطمن ولا ما مطمن؟ أكيد طبعا ما مطمن، 1-0 صعبة جدا، ولكن إن شاء الله الشباب يعني يشدوا حيلهم يركزوا شوية في التغطية، والآن الضيوف دخل ممكن يحسم المباراة لاعب هداف، والفريق يعني عايشين في توتر نحن الآن، 1-0 أو 2-0 شوية الأمور النفسية تكون أفضل. مسقط يقدم مباراة جيدة نوعا ما. بسم الله الرحمن الرحيم. مسقط مثل ما تفضلت يقدم مباراة جيدة، ولكن احنا ما قاسين نمر على مباراة العروبة والسويق، نتمنى التوفيق للجميع. فنجة والسويق نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، ونحن علينا بفريقنا، وفريقنا الحمد لله جالس يؤدي مباراة، ونشكر الله على هذا الأداء، ونتمنى يكون نشيل 3 نقاط اليوم ونريح نفسنا من لعب الملحق، وعسى ان نضمن نكون احنا مرتاحين ما نلعب ملحق. اللي ضيع بيستقبل ان شاء الله، ما بيستقبل اليوم، فايزين ان شاء الله ونتأكد بالبقاء. مسقط. كم بيفوز مسقط؟ يمكن 3. لا شك، لأن اختلف كلي الفريق بداية الدورة الثانية، واستقطاب اللاعبين الجدد، وفي لاعبين على مستوى، والحين جالس يقدم مباراة اليوم العروبة، جالس يقدم بغض النظر عن نقص 4 لاعبين أجانب، ما موجودين، الآخر واحد اللي هو المصاب، ضيوف يلعب مصاب،
لكن اشوف الشباب يعني بغض النظر عن النقص لكن قاسين يدوا اليوم مع العروبه، والعروبه فريق كبير وان شاء الله يحسمها الاحمر اليوم. مسقط اليوم يعني برغم النقص بس احسن عن المباراه الماضيه، يعني فعلا عندنا نقص يعني فال وعندنا نقص البرازيلي و يعني قاسم ايضا ديم المسط، يعني فعلا يعني اليوم الحمد لله رب العالمين حسن فريقنا مؤدي يعني عشان يضمن البقاء، عشان يضمن البقاء مؤدي زين والحمد لله رب العالمين الحمد لله. سمعت زعلان؟ لازم ازعل على هذاك المباراه السابقه، حيث ان اليوم ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الفوز، ونادي العروبه يتسهل ان شاء الله معنا، نتمنى يكون يتسهل معنا. شوف حيتني شديد معنا، شوف اليوم شديد شديد لانه يبحث عن 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 بطوله، عن بطوله عام متقدمه فنجا كي عن بطوله بهدفين عادي متقدمه زين، ما ممكن يرجع يعني هذه كره قدم. سبحان الله كل شيء جايز، كل شيء جايز. انا قلت لك قبل كم مباراه خبرتك ان مسقط باقي باقي وان شاء الله باقي، مسقط كبير ما موقعه هذا موقعه فوق في الصداره، لكن الظروف ما حق ما خدمتنا، وبعض المباريات الحكام كان لهم دور في دور لبعض المباريات اللي هي انتهت لصالح الفرق الثانيه، كل الحكام شويه كان لهم دور. ياه 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 بس كذا قول يعني. لا انا ابغاك تتكلم عن المباراه. اتكلم عن المباراه ولا عنده خبر؟ ليش؟ ياه 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 بس خلاص انتهى الموضوع. فايزين عمي فايزين. فايزين ان شاء الله. بس باقي تقريبا 6 دقائق فيمكن يرجع نفس الشيء العروبه وبتلعب الملحق. بقت 5 ما 6 لا تغلط. دقيقه من الضايع. فايزين. الاحمر قادم. باقي الاحمر. باقي في المحترفين باقي. ان شاء الله جميعا. ياه وياه وياه. بعيد اليوم جالس عن الشباب؟ لا ما بعيد، انا قريب، انا دائما بقى قريب من المباراه، قريب من الملعب. ولما يكون قريب يكون اكثر حماسيا. بس خايف اليوم؟ لا والله تصدق احنا ما خايفين، تعرف ليش؟ لان لدينا امل كثير. امل في المباراه هذه وامل في الملحق. نحن مطمئنين 100%. لو انهزمنا اليوم في الملحق يعني ما خايفين. لان ايش؟ العروبه يلعب على بالين. يلعب هنا ونظرتنا خارج الملعب. ونحن لا بالعكس، نحن بدون ضغوطات. هم بيلعبوا ضغوطات والحمد لله رب حققنا الافضل يعني. والاهم جاي بعون الله. بطل الدروب واثق الخطى جدير بالثقة. مفعم بالقوة. قلبه ينبض بالطموح ومسيرته لا تعرف الحدود. يحيطك بالفخامة والأمان. هو رمز الإبداع وسر التميز. إنه بطل دروب الحياة. إليك نيسان باترول الجديد. وعدتها بيع السيارة واشتري سيارة جديدة، ما اقدر ازعلها، صورناها وحطيناها على تطبيق اوليكس وبعناها، الاعلان مجاني وما دفعنا اي عمولة وقبضنا من المشتري نقدا. مع اوليكس البيع والشراء والاسهل. اهلا بكم من جديد، نبارك من جديد لنادي مسقط بقاؤه في دوري المحترفين ضمن الكبار، وان شاء الله يقدم مستوى جميل ورائع في الموسم القادم. هارلك اللي صلاله وصول نزلت لدوري الدرجه الاولى، اتمنى ان يكون العمل افضل في القادم والرجوع من جديد لخطه وعمل يكون افضل في القادم باذن الله تعالى. نروح للسحب الاول على هاتف ذكي، يلا يا شباب. ابدا روح عليه يلا. إذن من راح يكون معانا الفائز الأول في حلقة اليوم؟ هاتف ذكي من صاحب الحظ السعيد لليوم. إذن صاحب الرقم 9 9 4 1 6، والثلاث أرقام طبعا لشيء من الوضع الأمني بالنسبة حق الفائز نفسه. شباب نتصل في الفائز
ننتظر الاتصال. كنترول راح نشوف الفائز معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وسهلا. مرحبتين. من معاي؟ سالم سعيد الداوري. سالم سعيد الداوري. سالم مساء الخير، كيف اوضاعك؟ والله بنور الحمد لله. من وين سالم؟ من سمايل. من سمايل. ايوه. كيف هالسمايل ان شاء الله؟ الحمد لله طيبة. كأنك نايم سالم، نايم كأنك شوي نايم. اي والله نايم بعد غاية النوم. غاية النوم ولا بعد؟ بعد. بعد النوم بعد ولا؟ بعد الساعة 11 تقريبا. زين، سالم معاك أحمد العاصم برنامج صدى الجماهير. سالم. نعم. فزت معنا بهاتف ذكي مقدم من مسابقة صدى الجماهير سالم. ايوه. سالم ما معنا أبدا. سالم. ايوه معك معك. معك نعم. ناخذ نشوف نشوف فايز ثاني ولا كيف؟ لا لا لا. ها؟ لا لا. ما صاحي؟ صاحي نعم. زين، مبروك عليك هاتف ذكي مقدم من مسابقة صدى الجماهير وبرنامج صدى الجماهير يا سالم. الله يبارك. الله يبارك فيك. يعطيك العافية إن شاء الله وخليك مستمر معنا. يعافيك إن شاء الله. عقبال نيسان بترول إن شاء الله. بإذن الله تعالى. شد حيلك. الله يحييك. موفق إن شاء الله يا سالم. الله يوفقك ان شاء الله. سالم سعيد السالم الداودي صاحب الرقم 99416، 3 ارقام ما موجوده معي، فاز بهاتف ذكي مقدم من صدى الجماهير ومسابقه صدى الجماهير. خليكم كذا متواصلين في المسابقه، مشتركي عمان تل على 912214، اريدوا على 918817 ارسل كلمه صدى، جاوب اجابه صحيحه وادخل المسابقه، فرص الفوز بسيارة نيسان بترول من سهيل بهوان للسيارات نيسان، 10,000 ريال عماني ذهب ومجموعة من الهواتف الذكية. جميل. ناخذ كذا اتصالين معنا. جميل. نروح لاتصالين معنا وبعدها راح نشوف تقرير ايضا نادي فنجة والسويق الابرز واللي عليه ان شاء الله اذا الانظار خلال الفترة القادمة. السلام عليكم. نادي سعد. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ زين. من معاي؟ خالد حسين. خالد بن من؟ حسين. ايش قبيلتك خالد؟ ها؟ ايش قبيلتك؟ البلوشي. حياك. من وين من وين خالد؟ من صحم. من صحم. كيف من يفوز صحم ولا الخابورة؟ صحم. بتروح المباراة خالد؟ بتروح؟ كيف؟ ها؟ مع من بتروح؟ خالد؟ ما؟ بروح المباراة. زين، موفق خالد إن شاء الله، شكرا على تواصلك معنا خالد ها؟ زين. مع السلامة، مع السلامة خالد. جميل اصوات كذا الاطفال يحضروا كذا يغيروا الجو معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عزان مساء الخير. مساء النور اخي الكريم. اوه حيك الشاعر، حيك لو هل المضيفي. اي نعم. ولا ما غلطان اظن يا؟ لا ما غلطان طال عمرك احمد. علومك؟ دوم ماشي دارك ساكنه ولايه المضيفي فيها علوم خير وسرور. يا اهلا وسهلا فيك. ومصابكم ماشي علوم ماشي اخبار جديده. ماشي والاخبار بارك الله فيك. ها خبرني كيف سباق البوش معاكم هناك؟ هدي لشباب فنجة ودي اهديهم اياها على الهواء اذا كان تسمع. يلا يا ايش يقول الشاعر؟ قول. اقول فيها مبروك يا نادي الفخر والكرامه. احييك. نادي العريق عنيف فنجة المذكور. ناديك فنجة هو نادي الشهامه. يا سلام. ناديك فنجة هو نادي الشهامه. بالفوز بنهنيك كلنا الجمهور. بالفوز بنهنيك رافع الهامه حققت الانجاز. بالفوز بنهنيك رافع الهامه حققت انجاز مشرف ومشكور. ما هي غريبه عليك عالي لدامه لك منجزات سابقه وما بك قصور. رئيس النادي تحقق احلامه قوه ولعبة كلهم يلهم دور. أبطال فعلا أقولها بابتسامة في ساحة الميدان عقبان وصقور. يا سلام. في ساحة الميدان زايد احترامه
في ساحة الميدان زاد احترامه رمز الكرة ناديك فنجان مشهور صاحب الكاس الأولي مع وسامه حن كلنا نحييه بإحساس وشعور ثم المثل في الشعر إذا فيه ملامة يرجو العفو الرمحي إلى الشعر بقصور والختم صلوا عد برجه غمامة الله يصلي صلاتي علن بالله في كل دستور يا سلام دام الله مولانا صاحب الجلالة سلطان قابوس المعظم بالصحة وسلام وعافية والشعب العماني الذي وعاش سلطنتنا عمان الكريمة عزيزة خضراء وقولوا آمين 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 والنعم بارك الله فيك وفالك البيرق وما عليك زود ما عليك زود يا عزان بارك الله فيك شكرا أحمد شكرا 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 لك يا عزان كذا عزان المرة الثانية هذه نروح نشوف التقرير زين يلا أحمد مساء الخير مساء النور أحمد الوهيبي كيفك الحمد لله نشكر الله كل حال أوه حيك حيك إيش أخبارك الحمد لله كيف مسقط مرتاحين خلاص الحمد لله طيبة الحمد لله مرتاحين مسقط بقى حلو وكنتوا تستاهلوا الأمانة لا نستاهل الحمد لله يعني في ضوء يعني إن خاصة في الدور الثاني الحمد لله الإدارة واللاعبين والمدرب والجهاز الفني والإداري عمل شغل في الدور الثاني ونتيجة أن الحمد لله رب العالمين بقينا في مصاف في دور المحترفين الموسم القادم إن شاء الله حلو تستاهلوا تستاهلوا شغل الموسم القادم يكون أفضل إن شاء الله بالنسبة لكم أحمد إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك هذا الموسم عظمنا الإدارة طلبنا منهم طلب واحد اللي هو البقاء وصار أيوة لكن ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله يكون للمنافسه على اللقب نتمنى وليس نشوف للبقاء فقط نتمنى نشوف انديه العاصمه تكون حاضره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى انديه العاصمه مسقط ونادي عمان نتمنى التوفيق لنادي السيب الموسم القادم يصعد يكون اغلب انديه محافظه مسقط في دوري عمان تل المحترفين ان شاء الله موفقين ان شاء الله يا احمد موفقين شكرا لك ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك إذا متابعينا خلونا نروح نشوف تقرير مباراة فنجة السويق اللي كان فيها التتويج وفوز نادي فنجة 2-0 مقابل أو 2 مقابل لا شيء نشوف وبعدها راح نرجع عشرين دقيقة السويق بعد ما دخل في المباراة ما هو واللي صاير أكثر يمكن مقلق الشيبة يخرج الإصابة لا لا إن شاء الله الشيبة ما يخرج إن شاء الله الشيبة هو الروح إن شاء الله شايفين الوضع ما طيب مع الشيبة تماما يعني لا لا إن شاء الله وضع طيب إن شاء الله لا تستعجل توها المباراة بادية 20 دقيقة وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله لأن المباراة حاسمة المباراة حاسمة وبيكون ضغط على الفريقين سواء السويق ولا الفنجة والكل يبى البطولة اليوم الجمهور أروع ما في المباراة جمهوركم صراحة اليوم السويق ما عليه كلام فعلا والله أشكر الجماهير والله أشكر الجماهير اللي حضرت واللي اعتذر ترى يمكن من دوامة يمكن البعد يمكن في الصحراء يمكن في الجنوب وأشكر اللي حضر اللي وآزر علينا اليوم خروج الشيبة أتوقع صار ولا لا يعني الشيبة إصابة وصاب إذا كانت وخروجه مؤثر توقع جدا كبير فعلا خسارة كبيرة لكن البركة في الشباب إن شاء الله البركة في بوكو بإذن الله إن شاء الله بيعوض عن الشيبة شكلك خايف ما مطمن وايد 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 خيفان غياب 5 ولا 4 من اللاعبين أساسيين مامادو معك حسن وسعدي ومعك حارب السعدي صراحة شيء صعب لكن إن شاء الله موفقين بإذن الله حبيبي بإذن الله آمين من بداية المباراة السويق شوي ما هو السويق إصابة محمد الشيبة بعد نفس الشيء وخروج مباراة هدف دقيقة 23 كيف الوضع وش كيف شايف المباراة؟ والله مباراة الشباب قادرين يرجعوا المباراة ثقتنا كبيرة طبعا محمد الشيبة أكيد لاعب مؤثر في الفريق وهو قيادي حقيقة لكن في النهاية هذه كرة قدم إصابات واردة في الملاعب يجب على اللاعبين إن شاء الله وإحنا متأكدين واثقين من اللاعبين إن بيقدموا مباراة إن شاء الله خلال الشوط الأول المتبقي طبعا الشوط الثاني
نتمنى التوفيق لهم وان شاء الله احنا داعمين سواء لما خسروا ولا فازوا معاهم ان شاء الله. نتمنى من الكابتن خير ان يلعب مهاجمين صريحين لان فنجا يلعب مهاجمين صريحين. طبعا احنا يمكن لاعب مازن السعدي طبعا هو متوقف من فتره ومفترض انه ما يبدا فيه لكن يمكن ظروف المباراه ظروف اللاعبين اصاباتنا ولكن نتمنى التوفيق لفريقنا ان شاء الله واحنا معاهم. والله عزيزي تعرف مباراه سويق وفنجا تختلف بعض الاحيان. سبق في الدور الاول يعني كانوا متقدمين علينا ورجعنا. اليوم الظروف ما تخدمنا بحكم تغيب اكثر عن لاعب، عندك حارب، عندك ابو علي، عندك الحين اصابه شيبه. ان شاء الله نتامل ان نرجع في المباراه، بس انك توصل بهذا الفريق بدون عناصر يعني بدون اجانب وبدون هذا بحد ذاته انجاز. فاتمنى ان شاء الله ان نرجع ونحن نعاهدكم ان بنرجع لان السويق دائما نقدم ونلحقهم ان شاء الله. قروي شيبه زلطين بله وغياب لاعبين اللهم صل على الفارق يعني ظروف علينا اليوم، لكن والشوط الاول الفريق ما يطمن صراحه، لكن عسى تطلع الروح، بس نحن معتمدين تو على روح الفريق. بس هي اللي قفات لمثر وايد، حارب السعد عندك في النص مثر بشكل كبير، حسن في الجهه اليسار، اصابه الشيبه خلت الدفاع متوتر بشكل كبير. يعني شوف الخط الخلفي الحين توهان تام، يعني عندك عبد العظيم ويوسف، شوف يعني الفريق يستلم كوره بكل اريحيه. واحد من الاثنين هم اصحاب طبعا القدم اليسرى، محمد المسلمي هو سليمه في الشباك، سليمه في المرمى، المسلمي وفنجا. نعم هو هيبه ملك فنجاوي، هيبه بطل فنجاوي. خايف ما خايف انت؟ خايف والله ما خفت، شايف انك والله ما خفت، والله ما خفت. والنتيجه هيا مخباي فنجا واحد ما خاف. سويق سويق روح ما تلينه، صدقني ما خاف. الحين فنجا واحد صفر، كيف الوضع؟ الوضع ان شاء الله بيرات ربك، بيرات الله. تاسع دايم 100%. لكن احنا ما نتكلم، احنا ما نتحدى الان، لكن فريق اقول لك عازم البطوله، البطولات ما غريبه عليه، الملك بطولات ما غريبه عليه، السعدي يوم الثلاثة اتصل فيه. اتمنى اقول يتمنى من انديه الجنوب واحد يشارك، بس الملك يظل الملك ما يتغير، اسمه هو الملك. اكيد ما ادى لان في بعض العناصر عندهم نقص يعني، ولكن ان شاء الله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله اليوم فايزين باذن الله تعالى. الجمهور طيب اليوم، زمان ما شفنا الجمهور. الله وان شاء الله بتشوف ان شاء الله جمهور فنجا ان شاء الله باذن الله تعالى الموسم القادم اكثر من هذا الجمهور. موفقين باذن الله. شكرا. ها كيف الفنجاوي اليوم؟ زين والله فنان. فنجا 1-0. هلا امباي اليوم يفوز يشيل الكاس عشان صفر. كم ان شاء الله كم يفوز فنجا؟ 10. 10 واجد، 10 واجد. انزل ثلاثة موفقين ان شاء الله. موفقين. فنجا 1-0. الجمهور اليوم حاضر بقوة وتشجيع حلو. والله صراحة تمنيته من زمان هذا الجمهور يجي من زمان، بس اليوم المباراة تكون قوية صراحة. فنجا الشوط الأول كان زين ضغط، نتمنى المزيد يعني هدف ثاني. قادر فنجا يسجل هدف ثاني؟ والله على وشك يا اخي ان شاء الله، على وشك ان شاء الله هدف ثاني، على وشك جيل. لكن اوه على خط دفاعي، اوه على عبد الرحمن خلصها ولا لا؟ عبد الرحمن انه هدف الاطمئنان، انه الملك ولا كعبة يعلو فوق كعبة، انه الملك، انها التاسعة. اثنين صفر يعني نوصل معاك ونتيجة يتسجل هدف ثاني. الحمد لله رب العالمين، هذا من الله تعالى وتوفيقه. توقع الفوز صراحة 2-0. الله الحمد لله، الحمد لله على هذا الفوز، ننتظره من زمان وننتظر هذه البطولة بالذات يعني ننتظرها. التاسعة ثابتة إن شاء الله حل فنجي. والله الحمد لله ونشوفه غير اليوم وإن شاء الله يكون غير وإن شاء الله الدوري فنجاوي. أقل يعني 16 دقيقة والمباراة تخلص 2-0 فنجا، ما توقع زياده في النتيجه او السويق يرجع؟ والله نتمنى انه، ولو ان السويق فريق قوي طبعا معروف، ما تتوقع اي شيء يعني في المباراه. موفقين ان شاء الله. الله يسلمك. نتمنى ان تستمر بنفس المستوى وان شاء الله الدوري فنجاوي. الملك الملك ملك، الذهب ذهب، فنجا
فن مدرسة، واللي بيتعلم الكورة يجي فنجة، اللي يذبح الفنجة يكون عنده فن وعنده ذوق، صح ولا؟ وما يوصل إلا بهذا، صح؟ والملك 2-0 فنجة متقدم ربع ساعة، يرجع السويق ولا لا؟ لا لا لا، الصوت رايح، ما مشكلة، الملك يبقى الملك، ما يكون ما مشكلة حبيبي، ملك ملك 2-0 فنجة متقدم، زين وجاي الثالث إن شاء الله، جاي التاسعة جاية؟ التاسعة حاضرة؟ إن شاء الله، والملك هو الملك. جمهور اليوم طيب؟ حلوين أبوي، بقولك حبيبي بقولك إن شاء الله التاسعة، إن شاء الله التاسعة، الحمد لله رب العالمين. الجمهور اليوم طيب؟ والله كنا نتبذى أكثر، لكن الحمد لله له تأثير كبير للجمهور، الحمد لله الشباب ما قصروا، وإن شاء الله التاسعة في الطريق. والله الحمد لله رب العالمين أول شيء، ونتيجة كنا متوقعينها بأداء اللاعبين وتكتيك المدرب طول الموسم، والحمد لله رب العالمين هذه النتيجة. والله المباراة ما عليها كلام، مباراة تليق بنهاية موسم يعني. اليوم الفريقين أداء، ولكن الملك اليوم ما عليه غبار، اليوم الملك ما عليه غبار، كما يقول رمح صقر فنجاوي مالي خلق ازعل، فنجاوي مالي خلق ازعل، شايل بطولة وفوق السماء مهما تحدوني. ما سمعتك زين، التاسعة واصلة ولا ما؟ التاسعة واصلة وكسبنا الملكية والزعامة، ايش بعد نبغى من هذا؟ زي ملكي وزعيم، ملكي وزعيم، 9-9، خليه يقول زعيم، وين يتكلم زعيم اللي كان يتكلم؟ وين الملك اللي يقول انا الملك؟ بعدها وصلت التاسعة. خليني كيف؟ هو ما يحتاج، زال الخوف راح الخوف، ما خاف، قلت لك ما خيفان، قلت لك المباراة حاسمين أنا، نعم حاسمين المباراة، وعارفني الملك شعلنا البطولة شعلنا. مبروكين بالكاس أو مبروكين بالدرع، الله يبارك حياتك، وهذا يمثل الداخلية والبطولات ما غريبة عليه، فنان يا جماعة البطولات ما غريبة عليه بنجا، لكن ما معترفين فيه، والملك يظل الملك. التاسعة وصلت، فنجة بطل الدرع مع الزعامة بعد، والحين زعيم للأندية العمانية، فنجة الزعيم خلاص. الجمهور اليوم كان طيب وحاضر موازن رب العالمين، 3 أيام حلو نخدم على الجمهور، جالسين نشتغل كيف الجمهور يوصل على هذه المباراة، الحمد لله الله وفقنا، فضل الله فضل اللاعبين، الحمد لله موفقين. شكرا حبيبي، الحمد لله رب العالمين، تعب الموسم بداية الموسم، الشباب الحمد لله اليوم فرحونا، الحمد لله تعب الموسم ما رحبها، الحمد لله في الأخير فزنا بالدوري، الحمد لله بطولة غالية، الحمد لله رب العالمين، اليوم الشباب ما قصروا داخل الملعب، يعني قود موسم كامل جزاهم الله خير، توقوا بالدرع وهذا كان متوقع اصلا، وجزاهم الله خير يعني، خاصه في المباريات الاخيره والظروف اللي مروا فيها، انهينا عقد المدرب وقينا مسك الشباب وجزاهم الله خير ما قصروا يعني، والحمد لله وفنجة متعود على هذه الامور يعني، ما شيء جديد عليه اكيد. الليله اليوم وش قل فنجاويه اكيد، الحمد لله على الفوز، فوز مستحق، عمل طول موسم صراحة كان شاق جدا، 4 بطولات سنة كل البطولات، فقط بطولة دوري أكيد يعني مستحقة، ظروف الإرهاق وعامل الضغط اللي تشكل على اللاعبين أكيد يعني كان في بعض السلبيات، لكن الحمد لله اليوم فرحة، والشباب ما قصروا صراحة، كل الشباب اليوم ما قصروا، ألف مبروك للملك الفنجاوي، وهارد لك للسويق وجماهيره، كانوا فعلا يستحقون رغم خسارتهم اليوم للدوري، الا انه انا في وجهه نظري السويق افضل فريق في الموسم بحكم العناصر اللي يمتلكها، وما شاء الله عليهم يعني حاليا هم يعني مثل ما تقول فريق شاب قادر انه يحقق بطولات في المواسم القادمه. موفقين بصراحه، انا مشرقي نعم من الكامل الوافي، لكن انا عاشق فنجة من ايام الطفوله، 89 راح البحرين بر بسيارتي الخاصه، ورحت لدبي اتبع الملك الباطنه صلاله، مباراه النصر وفنجة في الكاس رايح بسيارتي الخاصه،
الى فنجة الى صلاله، وجيت منك فرحان، ورجعت من البحرين 89 فرحان رافع النصر، واليوم جاي منصور طالع، وانا عندي تاكيد بان الله وادعي الله سبحانه وتعالى في كل صلاه بان يوفق الملك لم يرفعها. نعم، فنجة بطلا رسميا لدوري عمان تل المحترفين للموسم الكروي 2015-2016. مبارك لكم يا يصفر ذهب لونه كاسي ذهب ناوي كل شيء يرد الأصلة والكاس فنقاوي هذه كانت مجموعة من اللقطات، شفنا اللقاءات اللي كانت موجودة في الملعب، ومثل ما ذكرت أول شيء أنور الحاتمي يعطيك ألف عافية، كنت موجود معنا ومشاركنا في الحدث. لما نتكلم عن المواقع التواصل الاجتماعي ومدى البرامج اليوتيوبية كيف ساعدتنا، راح نشوف فيديو خاص للسويق ولفنجة، لجمعية جماهير السويق ولفنجة سيتي، وكيف أنه بالفعل هم
يوصلوا أو يعملوا الطريق الصح لعملية التواصل بين البرنامج وهذه البرامج. خلونا نروح للسحب وبعدها راح نشوف هذه الفيديوهات. نروح للسحب ونشوف من الفائز معنا بألف ريال عماني ذهب. إذن صاحب الحظ السعيد اللي راح يكون فائز معنا بذهب بقيمة ألف ريال هو، خلونا نشوف الفرز ونتابع. إذن صاحب الحظ السعيد معانا اليوم اللي راح يفوز بذهب بقيمة 1000 ريال صاحب الرقم 9 8 9 8 1، الثلاث أرقام بعد هذا ما ينذكر، بعد الهاتف ممكن شوي بس هذا لا يصيدوه. كنترول نتصل بالشخص ونشوف من الفائز معانا. طبعا المسابقة مشتركي عمان تل، أريدو عمان تل على 9 1 2 1 4، أريدو على 9 1 8 1 7، فأرسل كلمة صدى وفوزوا معانا بمجموعة من الجوائز. وصل فايز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. ألو. ألو مساء الخير. سنور كيف الحال؟ تمام يسرك الحال. حياك الله. من معاي؟ محمد سليم معك القنيبي. حياك محمد كيفك؟ حياك طيبين الحمد لله. من وين محمد تكلمنا؟ حاليا من الدقم. من الدقم ما شاء الله. ايه نعم. الجو كأنه هواء وهالجو بارد معاكم ولا؟ والله الجو هواء شوية طالعين برا تو الشباب ها؟ ايه نعم. زين معك معك احمد عاصمي من برنامج صدى الجماهير. محمد شاركت في مسابقة صدى الجماهير؟ نعم. زين ها توقع فايز بايش معانا؟ والله اتوقع فايز الجوائز اللي معروفة معكم. سيارة توقع؟ توقع سيارة إن شاء الله. لا لا بسيارة. محمد مبارك عليك. نعم. فايز معانا بذهب بقيمة 1000 ريال عماني ما شاء الله. يا حافظ عليك. محمد. نعم. تبقى كاش ولا ذهب؟ والله كله ما عندي مانع. كاش أفضل. متزوج؟ راح عليك. نعم. تأخذ ذهب. راح عليك الذهب. كاش؟ كاش ولا ذهب؟ والله كله يمشي سواء ذهب. إذا ذهب بنعطيه هدية وإذا كاش حالك بالجيم. مبارك عليك محمد الهدية والجائزة وخليك كده مستمر معانا إن شاء الله، وإن شاء الله عقبال نيسان بترول إن شاء الله. إن شاء الله تعالى موفق يا محمد. يعطيك ألف عافية إن شاء الله. أشكرك. شكراً شكراً لك. إذا محمد سليم القنيبي من الدقم فاز معانا بذهب بقيمة 1000 ريال عماني. إذا طبعا جمعية جماهير السويق ناخذ اتصال. جميل خلنا اتصال بعد راح نشوف الفواصل هذه. مبارك الغيلاني. مبارك مساء الخير. مبارك. اي نعم مساء الخير. مساء النور احمد شخبارك طيب. يا كم مبارك كيفك؟ الله يسلمك الحمد لله. كيف صحتك؟ الله يحييك شخبارك طيبين. عشان اسمع صوتك يا اخي. والله بتكلم باختصار ولا عادي مفتوح مجال؟ لا باختصار على اساس انه وقت البرنامج خلص عاد. اول شيء نبارك للجميع الفرق الفائزه المتاهله للدوري عمان تيل ومبروك الفنجي البطوله. حلو. وبما ان نشجع العروبه طبعا العروبه متواجد في منصه التتويج بالرغم ان من معاناته في الدوري هو ما بعذر ولكن هذا حاس فيه او متحمله ان الفريق يعني متحمل ان المعاناه لانه يخرج من ولايه سوري الى المناطق الثانيه في المباريات. فاهمني؟ يعني على سبيل المثال الدوري يروح وين؟ يروح صحار يروح مصر بخلاف الانديه الاخرى المتغاربه في الولايات المنطقه تكون الملعب غريب معهم يعني. فاهمني؟ ما كل الانديه بس الانديه الثانيه تطلع بعد تروح للبريمي تروح صحار تجيك لصور يعني نقدر نقول كل متساوي الحظوظ في الشيء. مبارك والله ما اعتقد في تساوي يعني لكن مو هم بعذر بس مع ذلك ان العروبه كان ينافس لاخر عند موسمي الاخر نفس كان ينافس العروبه. مبارك ايوه ترى خبرك اقول لك يعني رغم هذه المعاناه وهذا الارهاق وهذا التعب يعني لازم ما زال العروبه موجود بالضبط.
ونهنيكم على هذا البرنامج، وشكر طبعا لكبار المسؤولين في الهيئه العامه لاذاعه التلفزيون على هذا التطور الهائل في القنوات والقنوات الرياضيه والمختلفه الاخرى الثانيه. يعطيك العافيه مبارك، يعطيك العافيه. ايضا نتمنى العروبه ان شاء الله يشد حيله في مباراه الاتحاد لاسبب في البطوله، وان شاء الله يكون فايز وصاعد للادوار الثانيه باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله بجهود الاداره والجميع الداعمين ان شاء الله. وخلك كذا نشوف احد تصاميمك في التيشيرتات يا مبارك. باذن الله باذن الله، جزاك الله خير. شكرا. اخرها كان تيشيرت نادي صور الموسم القادم ان شاء الله صح؟ لا لا، اللي كان في الاولمبي. في الاولمبي بالضبط، المباراه النهائيه اللي لعبها. ايوه نعم. خلك كذا مواصل ان شاء الله يا مبارك. باذن الله باذن الله. شكرا لك، شكرا لك مبارك، شكرا لك. شكرا جزيلا لك. الزملاء الرائعين. علي البادي مساء الخير. أوه يمكن هذا وصل صاحبنا علي. ضحك ضحك. وعليكم السلام ورحمة الله. صح، أنا أخذها معاك. علي كيفك؟ هلا هلا يا أستاذ، كيفك؟ وينكم غايبين يا أخي؟ ما لكم حس ولا تجهيزات هذه بس كذا بهالطريقة؟ لا لا، ترى نحن نحب العمل الهادئ الصامت، يعني ما في اللي ما يكون فيه عقد كذا، وعشان تكون نتائج يعني جميلة أكثر يعني. علي كذا باختصار، نعم. عطنا التجهيزات اللي جهزتوها للمباراة النهائية. والله ماشي، ما سوينا صراحة كير للتجهيزات على أساس على علي إن شاء الله يوم الجمعة راح يكون معنا حلقة خاصة واستثنائية في نفس التوقيت. نعم. وراح نتكلم. نعم. حتى باستفاضة أكثر، بس تفضل علي. ما مشكلة، احنا التجهيزات طبعا يعني لهذه المباراة سوينا تجهيزاتنا بصراحة، ماشي ما سوينا. وبذلنا كل الجهود، ونشكر الشباب القائمين صراحة على الجهود هذه. ونتمنى ان شاء الله التوفيق لنادينا، واتمنى انك تلبس لوشاح الازرق طبعا باقي الحلقات طبعا. اذا فزت خلاص حاضرين، ما يهمك تم الفريق الفايز، احنا معاه شيء خاص ان شاء الله. لا لا لا، الامور طيبه ماشي، مش احنا مضبطين الامور يعني مخلي يعني موفقين ان شاء الله. الامور ان شاء الله، وننتظرك في المدرج، ونقول للجماهير يعني احنا خلاص كافي، ما نريد دعوات الجماهير، جمهور عارف وبيحضر ان شاء الله. لكن نقول لجماهير السلطنه، شوفهم جمع اصحابك يوم السبت. جميل، حلو. احنا راح نكون متواجدين معك ان شاء الله علي باذن الله تعالى، راح نكون في المدرجات بتغطيه خاصه وحصريه بكاميرتين في كل مدرج. نتمنى هذا الشيء انها تكون تغطيتكم يعني خاصه ان شاء الله في كل مدرج، يعني راح تكون كاميرا شامله. لكن في نفس الوقت نقول لكم يعني هذا النهائي بيكون غير عن باقي النهائيات كامل، جماهيره نتمنى وبأدائه اللعب داخل الملعب ان شاء الله. يعني ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك علي. نشكرك، اشكرك علي، احد النشطين تماما في جمعيه الجماهير وفي جماهير صحم، ونتمنى نشوف بالفعل لوحة جماهيرية مختلفة تماما. زين، آخر اتصال معنا محمد علي، وبعدها راح نشوف الفيديوهات. محمد مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا. من وين محمد؟ عيود. المزيدي ولا مزيني ولا؟ محمد المزيني ولا من؟ مزيني. قابل الصوت، أنا عارفه محمد. زين، كيفك؟ الحمد لله. كيف صحب؟ زين. ليش متأخر اليوم؟ ليش متأخر؟ ما اتصلت من وقت؟ محمد. سابع. نعم. كيف جاهزين للنهاية إن شاء الله؟ جاهزين، ما يمشي الخابورة. كيف؟ بيغرق من الموج. هاي الفهود. ما تمشي مع الموج. خلي عنك أنت بس محمد. محمد. نعم. يعطيك العافية، موفق إن شاء الله. ويوم السبت نتلاقى في المدرج ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا محمد. ان شاء الله فايزين 3-1. خلاص ناخذ النتيجه، خلاص محمد. شكرا محمد. شكرا محمد، واحد من المشجعين الصغار لنادي صحم. جمعيه جماهير السويق محمود الغداني عندهم برنامج كواليس الاصفر، جهزوا كذا فيديو مقطع، وراح نشوف بالفعل مدى الحزن الكبير. هذا اللي اذكره، اللقطات اللي ما اخذناها احنا كملوها هم معانا في كواليس الاصفر، واحنا نعرضها معاكم. خلونا نتابع ونرجع بعد ان شاء الله. اقول لك هذا اللاعب حقيقه يعني فينا عرق جدا جدا على سبب خروجنا من يعني خسارتنا الدوري. والله اشكرهم على حضورهم اليوم، ساندهم للاصفر الباطنه. يا
مفعم بالقوة، قلبه ينبض بالطموح، ومسيرته لا تعرف الحدود. يحيطك بالفخامة والأمان، هو رمز الإبداع وسر التميز. إنه بطل دروب الحياة. إليك نيسان باترول الجديد. إذن هذه كانت لقطات معبرة تماما، ما في يعني أبلغ من الصمت على هذه اللقطات اللي كانت بالفعل فيها الحزن. شكرا كواليس الأصفر من جمعية جماهير نادي السويق محمود الغداني، يعطيكم ألف عافية. ولكن هذه حال كرة القدم، فيها الفائز وفيها الخاسر. على الجانب الآخر، شبكة فنجا سيتي أيضا بفيديو آخر يبين مدى الفرحة والفوز، الفرحة العارمة بفوزهم بدوري عمان تلي المحترفين. نتابع. المباشرة في يوم مثير، في يوم هو اليوم يعتبر يوم ختامي، يوم الحصاد، يوم تحقيق اللقب، عبد العزيز ولا المسلمي؟ واحد من الاثنين هم أصحاب طبعا القدم اليسرى. محمد المسلمي، هو سليمة في الشباك، سليمة في المرمى، المسلمي وفنجا. نعم، هو هيبة ملك فنجاوي، هيبة ملك فنجاوي. هيبة بطل فنجاوي. إذن بهكذا نختم حلقة اليوم بكل تفاصيلها. شكرا لكل من ساهم في أي نقطة كانت في الحلقة. شكرا لجمعية جماهير نادي الرستاق، لكل الزملاء، جمعية جماهير السويق، أيضا فنجا سيتي، يعطيكم ألف عافية. يوم الجمعة إن شاء الله حلقة خاصة واستثنائية ليوم السبت، يوم النهائي، يوم بطولة الكأس الغالية، راح نكون في نفس الموعد يوم الجمعة، والحديث راح ينحصر بين صحم والخابورة.
وراح ناخذ توقعات فيديوهات ومجموعه من الاشياء الجميله والاغاني باذن الله تعالى. تابعوني يوم الجمعه في حلقه استثنائيه. لذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج ومخرجنا الجميل بدر العميري، وليله اوروبيه تبتدي بعد دقيقتين. تصبحون على خير. يا مجرابينا يا شلك التاريخ فجاوي نادينا.